عدد كبير من اللبنانيين يتناول نسبة عالية من الوجبات الغذائية خارج المنزل، وبخاصة في المطاعم المنتشرة في كل مكان في لبنان والتي تقدم أنواعا مختلفة من المأكولات. حضرتك بتاكل برات البيت؟ أكيد باكل، أنا مش متجوز. بالنهار مرتين كل يوم؟ إجمالا كل يوم، حسب، لأنه طبيعة شغلي بتفرض علي أنه أتغدى كل يوم برات البيت مينيموم 5 مرات. وشو بتنقي أي نوعية أكل لتغدى؟ كله اللحمة هيك شيء، ما طبخ، ساندويشات، جنك فود بحبها كتير. أكل أمي كلهم بيقولوا أنه طيب كتير، بس أنا كان بحبها، بس لا من برا بأكل أكتر من بيت أنا. لكن من الواضح أنهم وفي معظم الأحيان لا يكترثون فعلاً إلى نوعية الطعام الذي يقدم إليهم ولا إلى معايير الصحة والجودة، استناداً على قانون غير موجود لغاية الآن لمراقبة سلامة الغذاء. بلبنان الآن حتى الساعة ما في قانون لسلامة الغذاء، يفتقد لبنان إلى هذا القانون بالرغم من وجود مسودة له من 7 سنوات، لكن نتيجة الصراعات السياسية الموجودة بين القوى السياسية المختلفة منع هذا وجود هذا القانون. طبعا نتائج غياب هذا القانون كارثية. يكتسب ملف معالجة مشاكل سلامة الغذاء في لبنان أهمية متزايدة في ظل كثرة الحالات التي تؤكد الخلل الموجود وغياب القانون. وإذا أردنا الدخول أكثر في هذا الموضوع، لابد لنا من دخول مطبخ أحد المطاعم والتوقف عند المعايير والتدابير المتخذة من قبل إدارته للحفاظ على جودة وصحة الأطباق والمأكولات التي يقدمها. عنا بقانون التيب أول شيء مثل ما شفت الشباب عملون كوستيوم تبعولون يعني بس بيلبسوه بالشغل، فوق كوستيومون تجي الوزرة النايلون كرمال عطول نخفف أنه ينجو التيب يلي هي فيها تتغير كل شوي. عنا الكمام يلي بحطون فوق كمامون كرمال ما يقع شعر بالأكل. عندك الكفوف كمان بحطون كرمال ما يدقوا بالأكل. وعنا الهيرنت بحطوه على راسهم، وفي الشوز كفر كمان بغطوا إجرائهم بس يفوتوا على المطبخ تما يفوتوا معهم جاية لجوا أو يظهروا معهم شي لبرا. نحن أغراضنا ما بنجيبون إلا من أبروفت سبلاير، يعني سبلاير نحن متأكدين إنه بجيب كل بتاعته صادق بكل شي معلومات عم يعطينا إياها. أكيد غير كل شي هو بشيك ونحن بنرجع منشيك ورا، أول شي الدات، تاني شي نوعية الأكل. ونحن عنا كم شركة بنشتغل معهم، لو أوقات يمكن بكلفونا أغلى بس تنكون أكيدين، لأنه مثل ما قلت لك بهذا الموضوع ما في لعب. إن مراقبة المؤسسات الغذائية والمطاعم والفنادق وتدريب الموظفين على كيفية الطهو الجيد وتقديم الأطعمة والمحافظة على جودتها والسهر على اعتماد معايير الجودة للسلامة الغذائية هو حق مقدس من حقوق الفرد والمواطن، والوضع يزداد تعقيدا مع غياب الرقابة وترك الساحة شاغرة أمام المبادرات الخاصة والفردية. الرقابة على المطاعم يعني جزئية جدا وغير موجودة فعليا، والدليل أنه مجموع المحاضر الضبط اللي بتقوم فيها مديرية حماية المستهلك خلال سنة كاملة لكل شيء فيه تجاوزات ولكل شيء فيه سلع ولكل شيء فيه خدمات بتتجاوز 200 بحياتها. فبالتالي ليس هناك، إذا بدك مش بس ضعيف، فينا نعتبره أنه هذا قريب من الصفر. منراقب أكل كل شيء نظافة، كل شيء سلامة الأكل، وغير هيك بعد ما أجل عنا حدا من الدولة أو من مصلحة حماية المستهلك كثر خير الله. لحد هلأ بعد ما صار عنا ولا حالة تسمم، ونحن كل هالتدابير عم نخدها ونشتغل عليها كرمال تما نوصل لهذا الموضوع عنا. إن هذا النموذج الخاص لا ينفي ضرورة وجود رقابة فاعلة من قبل الأجهزة المعنية في الدولة على صحة وسلامة الغذاء في المطاعم. وبانتظار صدور قانون حماية المستهلك، أيها المواطن راقب نفسك بنفسك. توني نداف، اليوم على الحرة، بيروت.